وين فتح السيارة؟ شو بعرف حبيبتي وين بكوني تعشتيهم أنا شو دخلني؟ بقولوا حاططيهم ومن هالساعتنا رح أتأخر على الدفن. دفن؟ ايه لبسي أسود ما انتبهت. أكيد بس لو كان أندرور أسود كنت انتبهت وعطيت رأيك كمان. أكيد ما ولو على القليل زلمة طبيعي. شو عقدته؟ حشت تفلسف جد قوم ساعدني بدي فل بقى رح أتأخر على الدفن. شو قصتك؟ أنا شو دخلني إذا بتكبك بغراضك وين ما كان؟ شكلك ناسي حالك إنك أخذتهم مني امبارح لتواصل صاحبك هذا شو اسمه؟ إيه مزبوط مزبوط جيمي. معك حق حياتي. إيه أكيد معي حق معي حق. وين حطيتهم؟ مين مات؟ وين؟ المفاتيح جاد. ليك إذا ما رح تقولي لي مين مات ما رح أعطيك المفاتيح. مرة ختيارة من زبوناتي كنت حبها كتير، كانوا كل سنة ولادها على عيد ميلادها يحكوني لحتى أعمل لها حفلة طويلة عريضة كأنه عرس ويتكوا بال بقد ما كانت مرة منيحة. حرام والله انقهرت عليها. مينيمم أكيد حياتي بفهمك عن جد. مش هين الواحد يخسر زبوني هيك بين يوم والتاني.